استراتيجية تهدف على المستوى الوطني إلى تقديم حلول واحدة أكثر للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة، ولكن أيضا لاقتصاد الموارد الأحفورية بهدف تثمينها للتصدير وترك متسع للأجيال القادمة. وتقع على عاتق قطاع البيئة والطاقات المتجددة مسؤولية كبيرة للسهر على الوفاء بالتزامات الجزائر على المستويين الوطني والدولي فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وتغير المناخ والمساهمة في الحفاظ على الموارد التي تشكل أمن الطاقة في البلاد وتطوير أنماط جديدة مستدامة للاستهلاك، وهذا بحرص شديد من السلطات العليا للبلاد. سيداتي والسادة، في هذا الصدد يأتي الهيدروجين الأخضر كحل واضح وواعد من حيث التحرك نحو الاقتصاد الأخضر، ويمثل فرصة حقيقية للتنمية في الجزائر. فعلا لقد دخل الهيدروجين لا سيما الأخضر منه السباق الطاقوي العالمي، خاصة فيما يتعلق بالبحث عن بدائل نظيفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، كما أدت الأحداث الجيوسياسية الأخيرة إلى تسريع هذه الوتيرة. سيكون الهيدروجين بديلا انتقاليا على المدى القصير والمتوسط، وبديلا مستداما على المدى الطويل. فالهيدروجين النظيف المنتج من الطاقات المتجددة هو وسيلة المستقبل لتطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، لا سيما ذات الطبيعة المتقطعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما يمثل وقودا نظيفا في النقل الثقيل والقطاعات الصناعية. وهذا لا يعني الاستغناء عن الطاقات التقليدية، لكن يجب التفكير في مجموعة من الحلول الطاقوية الانتقالية المتكاملة من خلال إدماج الهيدروجين الأخضر. فالجزائر تطمح إلى تسريع انتقالها الطاقوي، لأن عالم الطاقة يتطور على نطاق واسع السرعة نحو الطاقة المستدامة، ويجب علينا مواكبة هذا التطور حتى نكون في الموعد. فالتحدي الطاقوي على المستوى العالمي مرتبط ارتباطا وثيقا بإشكالية التغيرات المناخية، الأمر الذي يستدعي من قطاع البيئة والطاقات المتجددة تكثيف العمل مع قطاع الطاقة بالدرجة الأولى ومختلف القطاعات الوزارية الأخرى لمواجهة تحديات الآثار السلبية للتغيرات المناخية. ختاماً، نحن نتشارك هدفاً طموحاً يتمثل في إنجاح أهدافنا الاستراتيجية، وفي مقدمتها بناء اقتصاد عصري قوي مبني على مزيج طاقوي متوازن ونعمل بكل شفافية لتجسيد إجراءات التعاون التي تمت المبادرة بها من أجل دعم بيئة محلية مواتية، سواء من حيث التكوين، البحث والتطوير، أو من حيث الجوانب الاجتماعية الاقتصادية والبيئية.